الطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الغربي أحيت يوم الجمعة العظيمة، وجامعة الروح القدس الكاثوليك أقامت رتبة سجدة الصليب بحضور الرئيس ميشيل عون. شارك رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون في رتبة سجدة الصليب في جامعة الروح القدس في الكاثوليك، إلى جانب عدد من الوزراء والنواب وقائد الجيش وحشد من الشخصيات السياسية والأمنية. ورأس رتبة الصليب الرئيس العام للرهبانية اللبنانية المارونية الأباتي نعمة الله الهاشم، وكانت عظة الهاشم بعيدة من السياسة وأقرب إلى حث الإنسان إلى العودة إلى إنسانيته الحقة. وبعد انتهاء الرتبة انتقل الرئيس ميشيل عون والأباتي الهاشم إلى قاعة جانبية، وانضم إليهما الرئيس أمين جميل والوزير جبران باسيل، حيث دارت أحاديث تناولت المستجدات على الساحة المحلية. ثم انتقل الحاضرون بعد اكتمال عقد المدعوين لتناول الغداء.